السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، نحن في نقطة من أهدأ النقاط في موسكو. اللي عايز يعرف أقرب محطة مترو، المترو هنا أهو الناحية دي، محطة لومونوسوفسكي، وفي فرع الام جو موجود، جامعه الام جو هنا. فعلشان بس تبقوا عارفين الخريطه الدنيا ماشيه ازاي، بس فالمكان ده هعمل لكم فيه كده حاجه، حلقه قصيره. ممكن اخش جوه وممكن اعمل لكم حلقه من البارك، بس خلينا نعدي الشارع. طيب اروح البارك الاول، معانا 56 ثانيه. حلقة النهاردة هحاول أكون صامت أطول مدة ممكن علشان تستمتعوا بالمنظر. يمكن الجو متقلب شوية النهاردة، هتشوفوا كده إيه في ال، طبعا اللي مش عارف الشاشة مقسومة اتنين ليه، ده علشان التصوير الأمامي والخلفي لايف. فاضل لنا 49 ثانية، 47. كنت عايز أوريكم مبنى الإم جو، هو مبنى الشكل الضخم اللي هو الستايل الاستاليني السوفيتي، ما يبانش من هنا، لازم نقدم شوية. أيوة هنا يبان، نحاول نقرب الصورة. لا مش باين من هنا، يبان بقى. أيوة ده البرج اهو بتاع الامبو. نرجع للصورة الطبيعية. بس مدخل البارك ليه أكتر من مدخل، بس اللي قدامي هو ده اللي هو هيطلعوا قدام كده على اليمين. مكان رايق، التعداد هنا مش ضخم، هي بتتزحم شوية في الويك إند بقى، الناس بتبقى خارجة وبعيالها وبكلابها، تبقى الدنيا صعبة جدا. نخش من الكسر بتاع البوابة، دخلنا الحديقة. وانا مش شايف حديقة الصراحة، بس يعني يبدو انه طيب. نسيبكم تستمتعوا بالمشهد. وهنا بقى في قدام كده هتلاقوا المجمع السكني ده، برضه ظريف ومخدم اللي بيدور على شقق في موسكو في اماكن كويسه. هنا اهو عندك طبعا موسكو عباره، او روسيا كلها عباره عن غابه طلع فيها حته يابسه كده وبعض الانهار. روسيا غنيه بالغابات رقم واحد، رقم اتنين الانهار. فالنسبه للناس ساكنين عليها ما بين الغابات كده نسبة قليلة بالنسبة للمساحة الكلية للغابات. يعني الغابات يعني ربنا أراد إن يعطي بعض المساحة كده من الغابات للناس تعيش فيه. وهي ماشية لازلنا في الحديقة. طبعا هنا في بتلاقوا اختراع الباركوليس او الليسا بارك، اللي هو حديقة وغابة في نفس الوقت. يلا ده مبنى او حاجة ملحقة بالجامعة اعتقد، اللي على الشمال ده، ده الارشيف بتاع الانجو، مبنى الاركيف، الاركيف، الارخيف بتاع الانجو. وللاسف ما طلعتش دي البارك اللي انا عايزها، البارك التانيه موجوده في حته لسه هنعدلها بقى، ربنا يعدلها. والى ان اجدها بقى يعني سامحوني بقى على الحلقه اللي ضيعناها على بارك طلعت مش بارك، اديكوا اتعرفتوا على المكان وشفتوا الدنيا عامله ازاي. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم.